نسمع كثيرا عن زواج الهبة، فما هو وما شروطه؟ زواج الهبة له صورتان، الأولى أن تقول المرأة للرجل وهبتك نفسي فيقول قبل دون أن يكون هناك شهود، وهذا زواج باطل لخلوه عن الشاهدين، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والصورة الثانية أن تقول له ذلك مع استفاء أركان العقد وشروطه وعلى الأخص وجود الشاهدين، وهو باطل عند الشافعية والحنابلة لاشتراطهم أن يكون العقد بلفظ التزويج أو النكاح، لكنه صحيح عند الحنفية مع القرينة الدالة على أن المتكلم بها أراد بها الزواج كذكر المهر معها وإحضار الشهود وما شابه ذلك. وأما المالكية فأجازوا التزويج بلفظ الهبة إن ذكر معها الصداق. هذه هي الآراء، ولكل أن يختار ما يشاء، والله أعلم.